هذا يقول: أنا شاب مبتلى بشهوة في النساء، وعندما ذهبت للطواف وجدت فتنة النساء، ولكن أخذت عهد على نفسي لن أمس النساء، ولكن عمى علي عقلي، فهل عمرتي باطلة؟ وهل لي توبة بعدما عهدت الله كثيرا ثم أعود؟ إذا كان خرج منك شهوة أنزلت منيا بطل طوافك، لا بد من الاغتسال وإعادة الطواف من جديد. أما إذا ما خرج منك شيء فطوافك صحيح، لكن تأثم على مزاحمة النساء ولمس النساء بشهوة، تأثم على ذلك، وعليك أنك تبتعد عن الزحمة، تصير في أقصى المطاف ولا تزاحم أحدا. هذا هو المطاف، والمطاف واسع ولله الحمد، ما هو ضيق. نعم.